في الكوره. طيب على الهاتف معنا الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي. كابتن رؤوف مساء الخير. مساء الخير يا استاذ ابراهيم ومساء كابتن عدلي. سهرناك احنا معلش. مبروك يا كابتن الماتش امبارح. الله يبارك فيك امبارح. ومبروك للنادي الاهلي وكل جماهيره. شوف الاهم من المباراه مبروك ان احنا بقى عندنا فرقه باسكت بالقوه دي الحقيقه. اللي هي فعلا بتمتع الناس ومديها الناس ثقه في الفوز باي مباراه واي بطوله باذن الله. فمبروك وكل الجهود اللي بذلت لتدعيم الباسكت وتدعيم بقيه الفرق ليها كل الشكر والتحيه الحقيقه. يعني هو الحمد لله طبعا زي ما حضرتك اشرت النادي الاهلي ومجلس الاداره الحمد لله يعني الموسم الصيفي اللي فات دعمنا الفريق سواء بالمحترف الامريكي او نجوم من اللعيبه المصريين ده بالاضافه للنجوم الموجودين طبيعي داخل النادي الاهلي. فاللي انا عايز اقوله النهارده لما نشوف الاحداث اللي حضراتكم بتتكلموا عليها يعني عايز اقول ايه بيني وبين نفسي بقول طب احنا بنعمل كده ليه يعني بندعم ليه بقى الفرق ونحاول ان احنا ننافس على بطوله. شايف حضرتك الصوره اللي انت دلوقتي ظاهره قدام على الشاشه في الجهاز بتاع ال 24 ثانيه اللي راكب فوق الباسكت. اه ده لسه متركب مجلس اداره النادي الاهلي وافق على ان هو يجيبه علشان احدث الاجهزه اللي موجوده النهارده في العالم. النهارده الارضيه اللي انتم شايفينها قدامكم هتتغير بعد 15 يوم. اذا كل الدعم لفريق كره السله والالعاب الجماعيه المفروض الاتحادات تفرح بالنادي الاهلي بدل ما يقولوا 20,000 جنيه غرامه على النادي الاهلي. المفروض كنا متوقعين ان يقولوا جواب شكر للنادي الاهلي على ضبط النفس وان هو استطاع فريق الزمالك بعد كل هذه الاحداث ان هو يخرج من الملعب مفيش لم يمس اي حد فيهم مفيش جمهور النادي الاهلي اللي بيقولوا عليه ال 20 30 واحد اللي هم موجودين. وادي الصوره قدام حضراتكم الكابتن مدير فني النادي الزمالك بيعتدي بقول على ابراهيم الجمال ولما ابراهيم رد فعله طبعا احنا ما بنحبسش اي ردود افعال ولا حاجه لكن زي ما بقول ده رد فعل. فاللي انا عايز اقوله ان يعني حاجه تفرح الاتحاد لما يلاقي النهارده فريق الاهلي اصبح فريق بينافس على المركز الاول بقوه ومجلس الاداره بيدعم اللعبه بكل امكانياته اللي هتعود بالنفع على منتخبات مصر واللي ده بيهمنا. فان احنا نشوف قرارات انا بعتبرها يعني مفاجاه يعني مثيره للدهشه. يعني مش عارف ازاي احنا قعدنا يومين عشان نفرغ الفيديوهات اللي قدام حضراتكم دي عشان بعتناها سمير جوده. شوف سمير جوده خد 10,000 جنيه وبيتهاجم. طيب هو بطل بطل الخناقه كلها. هو بطل الخناقه. هو بطل. هات اي فيديو مش هتلاقي فيه الا سمير جوده اطول واحد واخد بالك. عدلي لو هنعيد بس اللقطه اللي حضرتك قلت عليها دي هتلاقي الكرسي اللي جه في دماغ سمير جوده واتفتح دماغه جاي من ظهره من لعيبه نادي الزمالك. ايوه يعني عشان بيقال ان في اصابه لسمير جوده. زي ما حضرتك شايف كل حاجه في ثلث الملعب بتاع النادي الاهلي. فانا مش عايز اخوض كتير ولكن يعني الغرابه كل الغرابه اللي بيستاوي اللي بيهاجم واللي بيحوش. يعني هم رايحين علشان عايزين ان هم يضربوا ايهاب امين. لعيبه النادي الاهلي ما بتضربش بتحوش. لما عملتها 20 مره حتى بالنسبه لاحمد اسماعيل اللي خد الغرامه وبالنسبه للجمال الربع الاولاني من الافلام اللي عند حضراتكم بيحاولوا ان هم يحوشوا لعيبه نادي الزمالك ان هم يروحوا الناحيه الثانيه. ايوه بس ف يعني احنا اندهشنا وكلنا استياء من هذه القرارات اللي سوت ما بين المعتدي والمعتدي عليه. كلها مشاهد اهي ناس كراسي وازايز وده عادي خالص يا كابتن عدلي كده زي ما حضرتك شايف. واحد بيستغرب ازاي ممكن في جراءه لاتخاذ هذه العقوبات. وانا عايز اعرف يعني وفق الايه؟ في لائحه عقوبات؟ في لائحه جزاءات؟ طب عايزين نشوفها. طب اتبعتت للانديه؟ طب هنضرب شويه امثله كده حضرتك. يعني النهارده النادي الاهلي خد غرامه 20,000 جنيه ونقل اول مباراه ليه خارج النادي الاهلي.
طيب الفيلم اللي حضرتك جبته لستوبلين وهو بيعمل الضغط اللي كان من شويه اللي حضرتك اعزعته. ده كان في صاله نادي الزمالك السنه اللي فاتت. اولا امتلأ صاله نادي الزمالك عن اخرها وكان برضه ممنوع دخول اكثر من 50. هل في كان وقتها المباراه ممنوع بنفس الظروف برضه؟ بالظبط كده. ونفس الاتحاد لو وقف المباراه 3 مرات زي ما حصل اول امبارح. طيب ايه قرارات الاتحاد؟ في 20,000 جنيه في نقل مباراه لم ايوه بالظبط هذه المباراه. ايوه هي ديت اللي هنقف عندها يا كابتن لانه ده النموذج الصارخ لازدواجيه معايير الاتحاد. هذه المباراه كان المفروض يحضرها 50,000 50 مشجع من هنا و50 فرد من هنا زي نفس الحاله بالمباراه الاخيره. بالزبط. امتلأت صاله الزمالك والاتحاد ما عملش حاجه. بالظبط. ايهاب امين المهاره بتاعته بقت مشكله وشراره. انما الراجل بتاع الضغط ده سلوك رياضي محترم جدا وزي الفل. بالظبط كده. طيب هنتكلم على حاجه ثانيه. النهارده طبعا احنا يعني النادي الاهلي ما بيستناش لما يعني بيلاقي اي لاعبيه او اجهزته الفنيه او الاداريه ان هو اي حد فيه تجاوزات بيقوم بالمبادره قبل اي اتحادات ولا اي حاجه. يعني احنا مش مستنيين اي اتحاد عشان يعاقب اي لاعب اخطر عندنا في النادي الاهلي. وخير مثل في الوتر بول السنه اللي فاتت العقوبات اللي فرضها النادي الاهلي على لاعبيه اشد من العقوبات اللي فرضها الاتحاد. ولكن اللي انا بقوله لحضرتك العقوبات النهارده على الاثنين لعيبه بتوع النادي الاهلي دي ولا لاعب السنه اللي فاتت في نهايه الموسم بصق على الحكم. يعني تصورنا كلنا ان هذا اللاعب ممكن يكون يعني على عتبه الشطب او الايقاف لنهايه الموسم. وكان قرار الاتحاد بايقافه مباراه واحده و5000 جنيه غرامه. يعني ابراهيم جمال اهو يعتدى عليها بس اهو الراجل اللي بيشتمه واخد بالك والتاني رد فعل. طب ايه فايده الفيديوهات اللي احنا بعتناها دي؟ ايه فايده المذكرات اللي احنا بعتناها؟ هل كانت القرارات متخذه قبل طبعا لما اي حاجه ولا هل الموضوع ان احنا عايزين نراضي ان انت تبقى العقوبات هنا قد العقوبات هنا يبقى اتنين من هنا من يا كابتن رؤوف لما تسمع مش ممكن يعني لما تسمع كابتن رؤوف كلام الكابتن عبد المطلب تقول القرارات كانت خلاص اتخذت اختمرت. وعلى فكره برضو حضرتك برضو اشرت حاجه مهمه جدا. احنا الشوط الاول الشوط الثاني ملتزمين التزام كامل بالاتفاق اللي تم من حيث عدد الجماهير. وفجاه في بدايه الشوط الثالث طلب الكابتن محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة دخول بعض الصحفيين الذين لا يحملون الاي دي بتاع الاتحاد. احنا بالنسبة لنا رفضنا في الاول تحت الضغط بتاعه سمحنا بدخول الناس اللي لا تحمل اي دي بعد موافقة عضو مجلس ادارة نادي الزمالك الكابتن احمد عادل عبد الفتاح. اتصل بيه بالتليفون كان قاعد في المدرج الثاني قال له ايوه يخشوا. وبناء على كده فتحنا الباب لبعض الناس اللي هي دخلت. واول ما الماتش وقف ورفضوا ان هم يكملوا في حد عنده القدره ان هو يخلي مدرج في خلال دقيقتين. يعني حتى اللي دخلوا مش احنا اللي دخلناه النائب رئيس الاتحاد هو طلب ان هم يخشوا. دخلوا بعد ما دخلوا طلب مدرب الزمالك خلال دقيقتين اخلينا المدرج. تاني مش الناس يعني بتعمل المفروض جواب شكر النادي الاهلي تستغرب في الاخر شيل 1000 جنيه غرامه النادي الاهلي يعني قمه الاستياء كل عشان كده انا عتابي على الكابتن عبد المطلب لانه عاصر كل الامور دي. والحقيقه حتى كان بيقول الاستاذ البلد لا اتحرك شويه يا كابتن على كل حاجه. فيعني اللي انا بستغربه ان طب ده انت حضرتك انت اللي انت لسه لقناه اخرى بتصرح ان يعني بيشكر المجهود اللي عمله النادي الاهلي. فالحقيقه انا عن نفسي باذن الله هرفع تقريري كامل لمجلس اداره النادي الاهلي بكل هذه الاحداث. واعتقد ان هننتظر صوره واضحه جدا. طيب
والكابتن يعني الجمال كان واقف لوحده ما بيعملش اي حاجه. واضح اتعمل اهو اساسا دلوقتي حاله يعني طبعا لا نبرر اي ردود افعال ولا اي حاجه. اهو واقف لسه ما زال بيسيروا اهو قدام حضراتكم. يعني انا مش عارف سمعنا رايح للكابتن الجمال لان قلت لك الخلفيه خلفيه المنتخب. طيب والفيديوهات دي كلها راحت للاتحاد. يعني طب ايه فايدتها وسهرنا؟ طيب وكمان نائب نحضر كل هذه الماده علشان نساعد الاتحاد في اتخاذ القرارات السليمه ونتيجتها واضح ان كان في طيب قرارات واذا من قبل اي حاجه هو. واذا اعتبرنا ان اللعبه بتاعت ايهاب امين هي الشراره اللي خلت سمير جوده وكل دول يهاجموا الهجمه دي، طب ما وانت معانا هنسمع كلام الكابتن محمد عبد المطلب في صدى البلد عن قانونيه لعبه ايهاب امين وخليك معانا. عشان هي دي اللي تعتبر الشراره اللي هم شايفين ان هي عملت كل الاحداث. نشوف قانونيه اللعبه نفسها في راي محمد عبد المطلب ايه بالظبط. اتكلمت على انه ظن او شعر لاعب الزمالك ان هي فيها اهانه فاندفع ناحيه اللاعب، بتكلم على اللقطه اللي عملت كل الخناقه دي. ومعلش انا بصمم ان هي اسمها خناقه مع كامل الاحترام للوصف حضرتك بالظبط، لكن هل هي مهينه فعلا؟ هل هي خاطئه؟ هل هي ما ينفعش تحصل جوه ماتش السله؟ بص هقول لك حاجه، في حاجات قانونيه تمام وفي حاجات اخلاقيه، في حاجات ايثيكال تمام. قانونيا هو ما حدش يقدر يقول ان اللاعب غلط تمام. اللي انا كنت بقوله لك يعني ايه؟ ان هو العرف كره السله طالما المباراه انتهت في اخر 10 15 ثانيه انت بتلاقي اللعيبه احيانا بيسيبوا الكره على الارض ويتسلموا على بعض وخلاص والمباراه انتهت. كويس؟ فلعيبه الاهلي كملوا في المباراه وحاولوا على الباسكت الكره اللي هو لعبها ايهاب امين، فلعيبه الزمالك او بعض منهم شافوها ان هي يعني عدم احترام عدم تقدير، مش هو ده اللي احنا متعودين عليه مع بعض. كويس؟ ويعني شويه انفعالات ادت الى الشراره اللي حصلت بقى وجابت كل الكلام ده. يعني حضرتك بتنصح اللاعبين ما يعملوش اللقطه دي في عرف كره السله؟ ما بيحصلش ده. لا يعني بس مش عليه عقوبه لان هو مش غير مخالف للوائح. لا هو قانونيا حقه يعمل اللي هو ايه لعبه ثانيه. تمام. لا قانونيا من حقه. ما احنا قلنا دي مهاره من مهارات اللعب. طيب. وشفناها يعني. اذا ايه اللي ترتب على ده يا كابتن رؤوف من هجمه بربريه بكل العنف ده ليه؟ الو كابتن رؤوف. ايوه يعني اللي انا عايز اقوله ان الفيلم اللي حضرتك برضه عرضته بالنسبه للان بي اي ان دي لعبه عاديه جدا وبتحصل في الملاعب كله. برضه يعني انا مش شايف حاجه. بعد كده بقى الفنيين اللي هم بتوع كره السله قالوا ان الواد كان مزنوق، بمعنى ان هو كان على شماله الخط. ايوه طبعا مفيش سكه تانية قدامه، يعني مفيش سكه. لو هو عايز يمر منه ملهاش حل ان لازم ان هو يمر بالطريقه دي، ان الدنيا مقفوله قدامه. هو يعني بعد كده ده تفكير اللحظه الباسكت عشان تاخد قرارك وتشوفه انك انت تنوه وانك انت هتمر بتاخده في ثانيه، فتفكيره على طول الخط على شماله والجسم بتاع اللعيب. اي سبب لكل هذه يعني. طيب اذا في مذكره من حضرتك ان شاء الله لمجلس الاداره تعليقا على هذه العقوبات. اكيد طبعا اكيد ومن هنا يعني احنا بنطلب من الاتحاد المصري لكره السله اعاده النظر في هذه العقوبات والتحقيق في الاحداث. والتحقيق في الاحداث وإظهار لينا ما هي لائحه العقوبات والجزاءات اللي استند اليها وما مدى تطبيقها على وقائع مماثله واشد في الموسم الماضي. وفي نفس الوقت لازم خارطه طريق انتظار المسابقه. ده كلام ده انا مش موافق على التحفيل خالص.